هاي، كيفكم؟ شفنا الفيديو تبع اختبار الرفقات فحبينا نجربه مع رفقات عماد كمان. انا شو برايك؟ رح يطلعوا كذابين بس مو رح معقول يشدوا معي يكذبوا. ايه يعني بس ما معقول. ميشو؟ الو الو، هلا مرحبا، هلا، كيفك؟ الو الو، اي اي ميشو، سامعني؟ اي سامعي. شو ليك تعطيني عماد؟ ليش تليفونه مطفي؟ تليفون مطفي؟ ما خلص شحن، بيكون خلص شحن الإجابة. يا الله. طيب ليك فيك بس تعطيني اياه؟ وينكم انتو؟ وينكم؟ بالسوق بالسوق يعني عماد؟ طلعت انا لانه هون بالمحل ما في تصريح. هيدا اوكي، بس يعني بس مين حكي؟ بس بدي احكيه شوي، بدي اقول له شغله. يا حياتي يا حياتي، هو قاعد بحكي ليك بيرفق، ما تقولي له انه قلت لك. لانه عن جد بده يزعل. وحياه العذراء اذا بتقولي له عن جد بده يزعل مني. عشو؟ لك هو هون ما يشتري غراض، ما بده يعمل لك مفاجاه او هيك، يعني شو بس هو بده يقول لي. طب ما تخربي له، الله يوفقك. عن جد؟ اي والله. طيب اوكي، بس ما تقولي له اني ما تقولي له انك دقيت لي ولا شيء. لا لا، ما راح الا بس لا تخربي له مفاجاه. اوكي بس الله يوفقك، ما تتاخروا. ايه تعال. لا لا خلص، دير باي. يلا بدك شيء؟ سلامتك. يلا باي. جاهزين مفاجأة؟ رح لي هلا شو؟ إذا الصديق حي. ألو. ويفكي حيوان. بالبيت. شو إلا؟ الو، مشوار مشوار. اي شو بالبيت؟ شو بالبيت؟ وين وينك؟ بدي لك تحدي انا؟ لا لا، شو بدك إلا؟ اي ليه ما بدك إلا؟ بدي لي وين وعينيك؟ بدي مفكرتك معي، وينك انت؟ معك انا معك، شو قلت لها انا؟ انا هيك قلت لها انه نجيب غراض، بده يعمل لك مفاجأة، بس لا تقلي له. ميشو من وين بدي اجيب غراض هلا؟ اي ميشو من وين بدي اجيب غراض انا؟ ليه؟ ما تجيب شيء انا والعذراء بالبيت. طلع بالبيت بالبيت. وليدا وينه؟ ليك جنبه. يلاقي لك على راس الطلع بدك تجيب غراض؟ سكر وش. بدنا ندق لهما. يا ربي. هذا المتصل إن الرقم المطلوب لديه مكالمة أخرى مع خدمة كاش موبايل. نتشكر بالقليل. لا والله إنك كفو، والله انك الرفيق الكفو انت. والله انك كذاب، اسوأ رفيق. ليه؟ انا بشوف حالي بالرفقه اللي مثلك. ليك سكر سكر شوي، سكر. باي باي باي. ارد.
الو الو مرحبا هما الو ليزا مع بس ليه ليزا ليزا معك لا ليزا كيفك ماشي معاك ليك عماد وميشو عندك شي؟ طلعوا يشربوا متى عندك؟ والله هلا في شوي راح ايمت يعني؟ من زمان كتير ولا شو؟ لا ما صاروا يبقى زي ساعة على لأنه عم دق له تليفون عماد مطفي وميشو ما عم بيرد. هلا هيك اليوم مضروب الشبكة من الصبح، ثاني ما بحكي مع حدا. هلا من شوي تمشي حدا. اجيتوا شوفوا إذا بتلحقوا برا. طيب ليك بس فيك تشوفهم اذا لساتهم برا او شي حابة احكي مع عماد طب هلا طلع من الايام هلا زي تعرف اذا طيب خلي احكي معك طيب يلا طيب باي شو الرفاق كلام الكذابين كفي ولا ما عاد اللي رجع دقبة الثانية طفت التليفون ما في شحن من الكذب لا هو ما بده يطلع اذا انتو مشيتوا ولا لا يمكن يرجع يدق لك المهم شو بدك الليله يلا فاتك كثير كذابين ما عاد بس تطلع معهم و ايش رايك من هذا بعد؟ ما عاد تطلع معهم ابدا. هلا هن مناح الك يعني بس لي لا. ما عاد دقلك معه؟ رجع دق له. شو لحقتهم برا؟ الو ايه هما يعني ليك لحقتهم شي شفتهم ولا لا لا والله لا والله مو مبين يعني طلعوا طلعوا ايوه يعني لازم شوي هلا قالوا لك شي طالعين على السوق ولا بدهم يجوا على البيت والله هيك ما قالوا لي ورا اوكي طيب ماشي سلام دعاتك يا خي همام يعطيك الف يعطيك الف يعطيك الف عافيه يا خي انا ماشي خي الله يعطيك العافية أنا قلت له مستحيل فقعد يخونونا الله يرضى الله بدك شا طب لأنه كلمة أبص ولا برا أنا بالما يشرب يلا يعطيك ألف عافية باي خي باي ما لحقكم بدنا ندور علينا يا الله مبسوط بدك تقولي شيء اسمه حطوا كثير كذابين وانا بصراحة ما عاد ابي ثقة فيهم اذا عاد طلع على حاله معهم او شيء بس باي. نطلع سوا بتشوفونا سوا باي باي باي, باي.